هو ليه في حالة تفاؤل في الشرق الأوسط وخاصة مصر بفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية؟ وإيه قصة مليارات الدولارات اللي هترجع مصر بعد فوزه؟ خليكم معنا للآخر وهتعرفوا كل التفاصيل. بانكير نبض البنوك. انتهى ماراثون الانتخابات الأمريكية وفاز ترامب، وفي انقسام عالمي على فوزه، وفي دول متخوفة منه زي الصين والمكسيك وحتى أوروبا حليفة الولايات المتحدة التقليدية، وده من طريقة حكمه الغريبة. وفي فريق تاني متفائل بفوز ترامب، وهي دول الشرق الأوسط وخاصة مصر. التفاؤل ده ناتج من تعهد ترامب قبل الانتخابات بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وهو قادر يعمل ده، وأكيد هيتحمس إنه ينهي أشرس حرب وأكبر مأساة إنسانية في العالم، وده لأن حل الأزمة هيدي قوة عالمية باعتباره الرجل القوي اللي أنهى الصراع في المنطقة ونجح اللي فشل فيه سلفه بايدن على مدار أكتر من سنة. كل المؤشرات بتقول ان الرئيس الامريكي الجديد ناوي فعلا يوقف الصراع في المنطقة ويرجع الهدوء من تاني، وده اللي هيفرق مع مصر كتير جدا، لان وقف الصراع في الشرق الاوسط معناه عودة الملاحة لقوتها في قناة السويس، معناه عودة مليارات الدولارات اللي فقدتها القناة بسبب الحرب وتغيير السفن لمساراتها بعيدا عن القناة. وزي ما احنا عارفين ان قناة السويس خسرت حوالي 70% من ايراداتها بسبب الازمة في المنطقة، ده غير ان عودة الملاحة لقناة السويس معناه انها تحقق ارقام كبيرة جدا بسبب حالة الزخم اللي هتكون في قناة السويس، لان المسارات البديلة بدت كشركات النقل البحرية الدولية بدأت تتكبد خسائر بسبب زيادة تكلفة النقل في المسارات البديلة للقناة المصرية. كمان مصر هتكسب من عودة الاستقرار في المنطقة من ناحية السياحة، واللي متوقع تحقق أرقام قياسية في موسم الشتاء الحالي مع الطفرة في المشروعات السياحية والفندقية، وهتسهل وصول مصر لرقم 30 مليون سائح في السنة، وبالتالي مليارات الدولارات الإضافية اللي هتدخل خزينة الدولة، ده غير أن عودة الهدوء للمنطقة هينعش ملف الاستثمارات في مصر بشكل أكبر من كده بكتير، وده على مستوى الاقتصاد المصري اللي كمان هيستفاد من ناحية تانية، وهو أن عودة الاستقرار بالمنطقة معناه عودة الاستقرار للأسواق العالمية والأسعار الدولية. ومصر بتستورد فاتورة ضخمة من الخارج، أي انخفاض في أسعار السلع والبترول عالميا هيوفر على مصر مليارات الدولارات في السنة. كل اللي قلناه ده معناه أن مصر هيكون عندها فرص كتيرة لزيادة التدفقات الدولارية بشكل ضخم، وده طبعا هينعكس على أسعار الدولار والصرف في مصر اللي بدورها هتأثر على أسعار السلع المحلية بشكل كبير، وسعرها هينزل مع هبوط الدولار المتوقع في السوق المحلية. على العموم الأيام اللي جاية هي اللي هتكشف ترامب ناوي على إيه في المنطقة. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.